بس انت المختار وما في غيرك بحلة. المخلوقة من اول ما مات ابنها وهي مشلوحة عبابون عم تبكي وتنطب بحالة. صرت حكي مرتين مع ام جبل وما في فايدة. قال هيدي قصة جوات العيلة وهن بيحلوها بين بعضه. بس يا مختار هاي المرة مقطوعة وما ضللها زلمة. جوزا انحبس وابنها انقتل ونحن شايفينها عم تتبهدل ونحن مكتفين. معقول نضلنا هيك؟ جلال وحد الله من عندها الصبح. جبل غلط والكل شاهد على غلطته. ولا شو يا مختار؟ اثنين غلطوا يا ابني. جبل وشهين تاه رأيهم واثنيناتهم مقصروا ببعض. والله مزبوط. مين كان بيحذر عليهم؟ كل عمرهم ايد وحدة وقلب واحد. عن شو عم تحكوا يا جماعة؟ الرجال كان فرد وفاضي. شهين انقتل ظلم والكل شاهد على هالشيء. شهين خانه لجبل وطلع بلغ عنه الدرك. وهالقصة هيدي كلفت عيون خيو صخر وقتلت رجالهم وجابت 100 مصيبة وراها. جبل كل عمره مطلوب. شهين الله يرحمه ما خصه. جلال روقنا الله يرضى عليك. شفت؟ دايما كلمة الحق بتزعل. يرجع بيقول لي حق. بدنا نلم القصة ولا شو؟ ولأيمتى بدنا نضل نلمها؟ شهين انظلم مثل ما انظلم بي الله يرحمه. انقتل خادر. فكر علي الأمان أم انقتل بالبيت اللي ربي فيه. لا حتى واندفن فيه. لك حتى جثته يا جماعة ما عطونا إياها. شهين انقتل واندفن وما خلونا نصلي علي. وهي شغلة كبيرة وما إلى حل. مش صحيح جبل ما قصر. قالوا غسلوا صل علي ودفنوا ببيته من كتر محبته لاله. ولو يا مختار هاي بتمرق عليه. يعني رح يكون غالي عليه أكثر من أمه. لك المسكينة ما خلوها تشم ريحته قبل ما يندفن. وهيها ملقوحة على باب بيته ما عم بيخلوها تقرا الفاتحة عليه. بعدين وين هو جبل؟ وين اختفى؟ منو زعلان علي؟ طفر بهالجرود. عم بتقول أمه ما قدر يتحمل من زعله. كرمال هيك طلع بفترة بخلوة مع حاله. قصدك هرب؟ لأنه ما له عين يحطها بوجه الناس بالهيبة. قال لك العم بالحبس وما في رجال بالعائلة. بغيب فترة لبين ما بردت. جبل مفكر شهين انقتل وضاع غريمه، مفكر حتمرق هيك القصة. ضاع غريمه؟ الله يطول بعمر المعلم غازي. والله بس يعرف إنه ابنه انقتل لينبش الأرض ويطلع يخرب الهيبة فوق راس اللي فيها. ماشي. شو رأيك يا مختار؟ سامي كبر كتير وما بقى صغير والهيئة طالع مثل بيو عنيد. شو يعني؟ بدنا نتركه يولعها ويزط حكي يمين وشمال. وشو بدك يعني يقول له يعني؟ ما شفت النار بعيونه؟ بعدين تعال أقول لك، كلنا بنعرف إنه سليمان السعيد انقطع ظلم.